9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك الأوروبي، خاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به البنك خلال السنوات الماضية كشريك في النجاح في العملية التنموية في مصر. وأعرب الرئيس السيسي خلال استقباله رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باساو عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ COP27. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعد البعد البيئي ركنا رئيسيا في تلك الخطة. وخلال مشاركته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أكد الرئيس السيسي أن جهود التكيف مع أثار التغير المناخي تعاني نقص التمويل، مشيرا إلى أن العالم يحتاج لرؤية شاملة لمساعدة الدول الإفريقية لتغيير المناخ. كما أكد الرئيس السيسي أن الاستثمارات الخضراء في مصر وصلت إلى 40% من إجمالي حجم الاستثمارات الكلية. وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين. ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية بنظام التملك وحق الانتفاع، وذلك وفقا لمجموعة من الضوابط. أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيزيا أن موسكو طلبت عقد اجتماع للمجلس اليوم الخميس، وذلك بشأن مسألة إمداد الغرب لكييف بالأسلحة. وقال أن الاقتراح الروسي جاء لبحث التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين الناجم عن إمداد الدول الأجنبية بالأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استعادت بلدات عدة من القوات الروسية في منطقة خاركيف الواقعة شمال شرق أوكرانيا. وفي رسالته المصورة قال زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تحقق العديد من النجاحات على أرض الواقع، وعاد العلم الأوكراني يرفرف فوق العديد من المدن التي تم إعادة السيطرة عليها. عرضت كوريا الجنوبية إجراء محادثات مع كوريا الشمالية لمناقشة لم شمل العائلات التي فرقتها الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، في أول مبادرة مباشرة للرئيس يون سوك يول منذ توليه المنصب في مايو الماضي. وخلال مؤتمر صحفي أكد وزير الوحدة بكوريا الجنوبية كوون يونغ سي أن سول ستضع في الاعتبار رغبة بيونغ يانغ عند تحديد موعد ومكان وجدول أعمال وشكل المحادثات، معربا عن أمله أن يلتقي المسؤولون من الجانبين بشكل مباشر في أقرب وقت ممكن. أعلنت السلطات المكسيكية أن الإعصار كاي أصبح إعصارا من الفئة الثانية بعد ارتفاع حدته لتصاحبه رياح سرعتها القصوى 165 كيلومترا في الساعة. وذكر المركز الوطني للأعاصير في المكسيك أن الإعصار تشكل فوق المحيط الهادي على بعد 340 كيلومتر تقريبا جنوب غرب شبه جزيرة باها كاليفورنيا. ويأتي هذا فيما أعلنت 3 شركات طيران مكسيكية إلغاء الرحلات الداخلية إلى منطقة لوس كابوس بسبب الإعصار. فاز فريق بايرن ميونخ على انتر ميلان بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وبالنتيجة ذاتها فاز فريق توتنهام الإنجليزي على نظيره مارسيليا الفرنسية، كما حقق أتلتيكو مدريد فوزا مهما على ضيفه بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف، فيما حقق نابولي مفاجأة كبيرة بالفوز على ليفربول ب4 أهداف مقابل هدف. وفاز فريق برشلونة الإسباني على فيكتوريا بلزن ب5 أهداف مقابل هدف.
نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.